السلام عليكم. اهتزت ولاية باتنا اليوم الأربعاء على وقع فاجعة أليمة راح ضحيتها الشاب في مقتبل العمر. وحسب ما هو متداول في مواقع التواصل الاجتماعي، فقد تم العثور على الشاب المفقود والمدعو عبد الملك جثة هامدة بولاية منراست. الفقيد كان قد اتصل بأخته بعد الاعتداء عليه ومحاولة سرقة سيارته بدقائق قليلة فقط، طالبا منها النجدة. عائلة الضحية قدمت شكوى لدى المصالح الأمنية بولاية باتنا. رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته وألهم ذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.